الميتابوليزم تبع الكربوهيدرات رح نوصل لانترميديت باثوي بيجمع بين الكربوهيدرات ميتابوليزم، بيجمع بين الامينو اسيدز، وبيجمع بين الفاتي اسيدز اللي هم جايين من الليبيدز. يعني لقدام لما تاخذوا امينو اسيدز ميتابوليزم، لما تاخذوا الليبيدز لو سمحتوا خلص بكفي. فلما تاخذوا لقدام الليبيدز ميتابوليزم امينو اسيدز السؤال وتمر عليكم سيتريك اسيد سايكل او اي من الانترميديتس اللي المركبات اللي نشوفها اليوم، رح تعرفوا انه هاي اللينك بيناتهم بين الباثويز المختلفه. بتعرفوا انتوا انه احنا اول سورس تو برودوس انرجي هو الجلوكوز، يعني اذا ما كان عندي جلوكوز بروح فاتي اسيدز، بعدين بروح بروتينز، لانه كلياتهم بيلتقوا بمكان مع سوا اللي هو بالسيتريك اسيد سايكل بالترميد سرعتها، وبعدين بيقدروا يكملوا عشان ينتجوا من الاي تي بي من الباثويز المختلفة، يعني ما بتروحش تتحول إلى الميتابوليزم الموجودة عندي. دائما احنا أنا بحب أشرح هاي السلايد، في كثير من محاضراتكم هاي السلايد مش كثير هي اسمها كثير الأزرق واضحة، بتخلينا نشوف احنا وين الباثويز. احنا شرحنا أوريدي من الجلوكوز لبايروفيت اللي هو الجلايكوليسيس، شرحنا الرياكشن اللي بيحول لي بايروفيت لأسيتايلكو إيه، وقلنا إنه بصير بالميتوكوندريا. راح لقدام راح تدرسوا فاتي اسيدز ميتابوليزم او امينو اسيدز ميتابوليزم اللي راح تعطينا في بعضهم مش كلياتهم راح يعطونا اسيتايلكو اي، او راح يعطونا انترميديتس من السايكل راح ندرسها اليوم، عشان هيك بنشوف ان كلياتهم بيلتقوا بهذا الميتابوليك باثوي. السيتريك اسيد سايكل هي بتصير بداخل الميتوكوندريا، اسمها سيتريك اسيد سايكل، ترايكربوكسيليك اسيد سايكل، كريبس سايكل، different reference books بتعكسها، وهلا يحطوا الاسماء كلياتها جنب بعض، بعدين بيختاروا وات ايفر نيم لهي السايكل بحب هذاك الريفرنس بوك، بس كلياتها بتحكي عن نفس التفاعلات. ليش اسمها سايكل؟ لانه واحد من الرياكتنتس، الرياكتنت الاهم بالتفاعل، بيدخل عندي على الرياكشن، بعدين بخطوات التفاعل المختلفه برجع برجعه بعمل له ريجنريشن. هذا الميتابولايت اسمه اوبزرفر سيتي. ميتابولايت يعني كيميكال، اما بيكون برودكت او رياكتنت، فاسهل لي انا اقول لكم رياكت برودكت احكي ميتابولايت. تمام؟ ففي عندي ميتابولايت اوبزرفر اسيتيت هو اللينك اللي بخلي لي هذا الباثوي بدل ما يكون زي جلوكوز لبايروفيت بنعمل اياه سايكل مسكره ارجع انتجه مره ثانيه. رح يمر عليكم اللي هي سايكل، يمر عليكم البلانس اذر سايكلز، رح نشوف البلانس، بس معناها اي كلمه اي باثوي سايكل معناها برجع الواحد من الرياكتنت برشحهم لمكان. دكتورة يعني هسه مثلا ما فيش داعي اني اضل اعمل جلايكوليسيز، بطلع اسيتيل كو اي وبضل اعيد السايكل، فما في داعي حتى تخليني انا اكون اسيتيل كو اي. صح يا فرد؟ لا، السايكل كو اي ملوش دخل بالاوزار اسيتيت. السايكل كو اي هلا حنشوف، جود كويستشن. السايكل كو اي هو الميتابول هو الناتج البرودكت اللي نتج من الاوكسيديشن تبع الفايبريت. هلا بفوت على السايكل وبطلع على شكل سي او 2. فلازم اضل انتج السايكو اي فتصير السايكل ثريتن. هلا ليه انا بعمل هذا الشيء؟ عشان انا عندي تفاعل اسمه سيلولار ريسبيريشن اللي بالفسيولوجي بنشوفه بدخل اكسجين بطلع سي او 2. بتقدر توقف نفسك لايك 5 مينتس لا او اكثر، يعني انت ماكسيموم 5 6 مينتس. ليه؟ انا دائما محتاج اكسجين يفوت عندي على الخليه، ودائما رح يطلع عندي سي او 2. دائما هاي السايكل وهي الرياكشنز بتضل مستمره. هلا ليه اسمه سيلولار ريسبيريشن وبحتاج اكسجين؟ لانه بعدين من محاضرات الاسبوع الجاي رح نشوف كيف انه احنا هلا شفنا بس سي او 2 طالع، اليوم رح نشوف كمان سي او 2 عم بيطلع وانا بطلعه بالتنفس. الاكسجين وينه؟ الاكسجين هون. محاضرة الإندودكشن كنت حكينا عنها أول محاضرة. الأكسجين هو الفاينل أكسبتبل إلكترونز اللي بتكون تنتج من التفاعلات المختلفة اللي بتخلينا. وليه بسميها السيلولار ريسبيريشن؟ لأن التفاعل هذا بيكون على مستوى الخلية، كل خلية بتصير لحالها. الأكسجين بياخذ الإلكترونات وبيعطيني بحط بينتج لي مي. We will always have cellular respiration in every living cell داخل الجسم، لأن billions of cells، billions of cells داخل الجلوكوز أو fatty acids أو amino acids بتكسر يطلع عندي
الانترميديتس، تدخل على السايكل، تدخل على السي او 2، يطلع عندي فري راديكالز الالكترونات. هذول الالكترونات المفروض انها تفوت على تفاعل الاكسيدتي فوسفوريليشن والالكترون ترانسفير تشين، والفاينل اكسبتر هاي الالكترونات هو الاكسجين. فسيولوجيك في هاي البروسيس دائما معناته اكيد سيلولر لعنصر البيكيوس اللي تكون دائما هيك تفاعلات تصير. ما بقدر اقول انه ما فيش داعي اعملها. At the end of citric acid cycle راح نشوف كيف انه الجلوكوز الذي يحتوي على 6 كاربونز بالستركتشر تبعه انتجت مقابله 6 سي او 2. كل مولكيول في الجلوكوز كاني كسرته تماما للسي او 2، والاكسجين اللي كان موجود عندي راح يكون مهم الكاريرز ده الالكترونات الناتجه او الفلوتنج او اللي تنقل بين المولكيولز المختلفه. الفاينل اكسبتر لهي الالكترونات هو الاكسجين ويعطي المويه. تمام؟ فبكون هذا كانه الصمت تبع الميتابوليزم تبع الجلوكوز. كيف الخطوات؟ اكيد تفاعلات عمرها ما راح تكون خطوه واحده، ولا عمرها راح تكون مش ريجوليتد، ولا عمرها راح تكون باثوي ممكن تكون باكثر من مكان كمان بالخليه، مش بس بالضمور مش بالضمور تكون بالسايتوسول. حضرات الماضي لما حكينا عن الجلوكوز قلنا انه الجلوكوز يتحول لبايروفيت، حكينا انه هذا التفاعل فعليا في ري ارينجمنت للفانكشن اللي بنص حوالين الكاربونز، وبقسم كاني الجلوكوز من النص، بيطلع عندي مقابل كل الجلوكوز تو بايروفيت. بعدين البايروفيت لازم ينتقل من السيتوسول لداخل الميتوكوندريا، وبالميتوكوندريا ماتريكس بيتحول البايروفيت بالاكشن تبع بايروفيت هيدروجينيز كومبلكس اكسيديشن ريدكشن ريأكشن بيعطيني اسيتايل كو اي، وبيطلع عندي اول سي او 2 بير بايروفيت كوليكيول. الاسيتايل كو اي الناتجه يعني هي انا بحكي عن تو كاربونز بدهم يفوتوا على الستريك اسيد سايكل، اسمها ستريك اسيد سايكل لانه اول برودكت ينتج عندي هو الستريت. مفروض بالسايكل هاي يطلع عندي 2 سي او 2 و a lot of electrons that will be carried على ال NADH و FADH2، واللي بعدين بدي اتخلص من هاي الالكترونات ينتج عندي a lot of energy. رح نحسب الطاقة على شكل ATP ان شاء الله بالمحاضرة الجاية. من السايكل من عند الجلوكوز رح افرجيكم كيف نقدر نميز. انا عم بحكي من بير جلوكوز مولكيول ولا بير ستايل كو اي ولا بير بايروفيت، معناته مين من وين بلشت بعملية حسبة التمييز اللي موجود عندي. رح نحكي اليوم نركز على هاي فقط. اليوم رح اشرح لكم الستبس تبع سيتريك اسيد سايكل، الريفرسبل ريفرسبل ستبس، شوي نتفرج على الستركتشرز، والمحاضرة الجاية رح نحكي عن الريجوليشن ورح نحكي عن حسبة الانرجي. ما رح اغطي كل التوبيك اليوم. هلا سيتريك اسيد سايكل هابنز انسايد ذا ميتوكوندريا ماتريكس، جوا الماتريكس هون الانزيم سببها. الاوكسيديتيف فوسفوريليشن هاي السلايد حنشوفها الاسبوع الجاي كثير، مش كثير تركزوا عليها هلا وتحفظوا. هاي هذه الميتوكوندريا ماتريكس في عندي كومبلكس مهم للالكترون ترانسفور تشين والاوكسيديتيف فوسفوريليشن، راح ندرسهم هذول الكومبلكسز واحد واحد، راح نشوف كيف بنصنع اي تي بي. فتفرجتوا على السلايد هيك عم تقولوا انه انا مش فاهم شيء فيها، بس هو مشان يقولنا انه كيف السايكل بتصير هون وبتكمل الرياكشنز المختلفه اللي بتصير بالميتوكوندريا بتكمل على الانر ممبرين تبع الميتوكوندريا، ورح نحكي بالديتيلز تبعها ان شاء الله المره الجايه اللي هي هاي. تبدا تفاعلاتي من الريجوليشن اللي صار سمح لي احول بايروفيت لسايكو اي. تكريم المحاضرات الماضيه قلنا انه البايروفيت تتحول لسايكو اي، السايكو اي لازم تتعدل السايكل اصلا تفاعلي هذا الميتوكوندريا، وعشان احوله اي هاف ا لوت اوف ريجوليشن، وعشان انتج السايكو اي لازم يكون التفاعل تبعي الانزيم اكتيفيتد، التفاعل تبعي moving forward in an irreversible step عشان ينتج السايكو اي. Once acetyl CoA is produced سواء كان تفاعل بايروفيت او فاتي اسيدز او امينو اسيدز لازم يفوت على ستريك اسيد سايكل، لازم يكمل على السايكل، لانه فيش رجعه من هذا المركب لاي مركب ثاني. يعني ما بيرجع باكوردز، ما بيروح لاذر كومباوند، ممكن يروح لاذر كومباوند بس بيسكلي
ستريت، يعني مش خطوة الهايدريشن 20 يوم بجيب شيك سؤال، يعني عشان ما تحفظوش بس بصل، تمام؟ وهاي الخطوة بتدخل الأسيتايل فو إيه على السايكل. بيسكلي السايكل إيش بتعمل؟ السايكل بتطلع لي كربونات مكافئين أو عددهم مكافئ لعدد الكربونات تبعون الأسيتايل، يعني تنتين، بتطلع لي إياهم على شكل CO2. بعدين بضل اعمل ريسايكلينج للفانكشن جروب عشان ارجع ثلاثتين. هاي السايكل تبعتي. خطواتها اكيد اصعب من انه بس ببساطه اسهل. اول خطوه حكيت لكم اهم خطوه، واصلا ما بصير لها لما تشوف الريجوليشن ما بصير لها اكتيفيشن لما يكون عندي كثير اسيتايل كو اي وكميه كافيه من الثلاثتين، اللي هو هذا الرياكتنت مقابل كل الاسيتايل كو اي بفوت على السايكل، بفوت عندي على السايكل او ثلاثتين. لازم يكون عندي كمية كافية من الثلاثتين تكون موجودة داخل السيل، داخل المنتوم. So the first step راح تكون لكلهم بشرح لكم عن some of the reactions. The first step راح تكون the condensation of oxaloacetate and organic compound بيحتوي على أربع كربونات in its structure. مع أسيتايل كو اي في 2 كاربونز في الستركتشر. الإنزيم راح يكون اسمه ستريت سينتيز. كو إنزيم بتطلع عندي كو إنزيم اي بهاي الخطوة، وبالكوندنسيشن بروسيس راح يطلع عندي 6 كاربونز ستركتشر اسمه ستريت. ستريت إذا كان مكون عندي بالميتوكوندريا وبالخلية بيعمل إنهيبيشن للجلايكوليسيس. زي تعطوا دروس ليه؟ لأنه بروح على الكاينيز 1 والـ FPK1 وبوقفه بعمل انت سيلولر سيجنالينج. ايش يعني؟ يعني لأن عندي كتير أسيتايل كو اي وعندي كمية كافية من أوكسال أسيتيل، راح يربطوا مع ربطوا مع بعض وأعطاني كتير ستريت، وتفاعلي مش عم يمشي كتير بسرعة بداخل الميتوكوندريا، فبتكون عندي ستريت كتير. إتمينز أنا في عندي كتير من ساعة قبل ولا نص ساعة قبل عندي كتير كان بايروفيت، فيش داعي تعمل لي كمان بايروفيت وسنتيسيت أو ديجريديشن للجلوكوز أنسول، فبوقف الجلايكوليسيس بسبب تكون الستريت. هلا المفروض الستريت هاي الخطوة الريفرسال، المفروض الستريت يتكون يكمل على الخطوة اللي بعد إذا أنا بدي تفاعلي يمشي بسرعة، بس التفاعل بدي أبطئه الستريت حتصير كتيرة بتعمل ستوب بريكس على كل مكان بي الباثويز المختلفة من عند الجلايكوليسيس، وبرضه كمان بوقف الستريت سنتيز يكون موجود عندي وبطئ سلو داون. هل انا عندي كثير انرجي او كثير موليكيولز رح تعطيني انرجي ليتر؟ فهي اول خطوه، هي اهم خطوه بالتفاعل تبع الكريب سايكل يكون موجود عندي. ماي تو كاربونز هون مش بالنوت يمكن واضح عندكم اكثر، هذول ملونين الكربونتين بلون بينك وسؤال، وبضلهم بالستركشر برضه كمان بكونوا على الجنب محطوطين. هلا النكست ستيبس هي كيف بدي اغير الفانكشن جروبس ككيمياء محلاتهم عشان يسمح لي اطلع السي او 2 او الكربونتين اللي كانوا اللي دخلوا عندي على الستركتشر عشان بعدين ارجع الاوكسال اسيتيت كاورجانيك كومباوند ورجع مره ثانيه. هلا الستيب اللي بعد من خطوتين نفس الانزيم بيعملها، تحول لي ستريت لايزوستريت. اسم الإنزيم أكوليتيز أو أكوليتيت هايدراتيز. هايدرا يعني مي. سبيسيفيكلي هذا التفاعل بيجيب من الموليكيول أوف ووتر برجع الموليكيول أوف ووتر، بطلع لي انترميديت بالنص وأنا بكمل. أنتوا اعرفوا إنه تفاعلي دي هايدريشن ري هايدريشن، قمت مي ورجعت المي، بيحول لي ستريت لأيزو ستريت. لاحظوا إذا بعرفش بتحبوا الكيمياء ولا لا؟ لا بتحبوا الكيمياء. إذا بتحبوا الكيمياء ما بتحبوها، فقط لاحظوا إن الـ OH اللي كانت موجودة هون على كاربون 1 2 3 صارت موجودة هون على كاربون 1 2. شفتوا مبسوطة كأني بس نقلتهم هيك، بس هذا تفاعل بالتست تيوب كثير صعب إني أقيم OH وأحطها بمحل ثاني. بس هون الإنزيم من غير كوإنزيم من غير إشي بس قدر في انترميديتس معين بشكل الانزيم يتغير، قدر يقيمها ويرجع يرجع اياها على كاربون ثاني. بس هذا اللي عملته انا بالستريت، شفتوا بس ستريت حولته
الايزوتريت. ليه؟ لأن الستريت بقدرش أقيم منه كربونات، very stable molecule. هذا أسهل أقيم منه CO2 هاي لقدام. تمام؟ مش كتير هاي ديتيلز مهمة، بس اللي منكم هيك كيمستري فريك وبحب الكيمياء وهذا المتر إلى المنطق وبحب يتفرج عليهم، يعني بقدر أشوف هاي التفاصيل بالستركتشر. النكست إنزايم اسمه ديهايدروجينيز. ديهايدروجينيز شو مرق معانا؟ هورفيت ديهايدروجينيز أكسيديشن ريدكشن. هلا هذا الإنزايم وظيفته قيم كربوكسيل جروب قيم سي او 2. كل ديهايدروجينيز بتعمل أكسيديشن ريدكشن بتطلع سي او 2. اسمه ايزوستريت نسبة للسبستريت ديهايدروجينيز. شو بيعطيني ناتج؟ بيعطيني مركب اسمه الفا كيتوبوتريت وبيطلع لي اول سي او 2. هيها شايفينها محلاها الايزوستريت هاي. بخطوات بتحتاج كوانزايم اسمه ام ان بلس 2. احنا مرات ما بنقول نحكي عن ام جي بلس 2، في اكثر من سؤالين احفظهم كلهم بتحفظهم. هذا الكوانزايم اسمه منجنيز ام ان بلس 2، هو الكوانزايم اللي بيساعدني احرك الالكترونات فيطلع عندي سي او 2. والستركتشر تبعي يتحول من مركب فيه 6 كربونات لمركب فيه 5. والالكترونات اللي بتطلع في عندي موليكيول انترميديت كوانزايم ياخذها اللي هو الاي دي بلس. الاي دي بلس موجود مينلي بالسيتوسول بالميتوكوندريا، والان اي دي بي موجود بالسيتوسول. شو يعني؟ يعني الانزيم بيقدر يحول لي ايزوستريت لالفا كيتوبوتريت اسمه ايزوستريت هيدروجينيز، موجود بمكانين بالخليه، موجود بالسيتوبلازم وبيعمل رياكشنز مختلفه مين مرتبط بالامينو اسيد ميتابوليزم، وموجود بداخل الميتوكوندريا بيعمل نفس التفاعل ام سي او 2 اللي بيحول لي ايزوستريت لالفا كيتوبوتريت. بالسيتوبلازم الكارير اللي بياخذ الالكترونات اسمه ان اي دي بي اتش في معاه فوسفات، بالميتوكوندريا هو ان اي دي ان اي دي بلس ان اي دي بلس بيعطيني ان اي دي اتش و اتش بلس. فانتوا احفظوا انكم تحفظوها بصمه. بقول انه ولا عمري حشوف هاي ان اي دي بي بالتفاعلات تبعت الانرجي، لانه داخل الميتوكوندريا انا بستخدم ان اي دي بلس. داخل السيتوسول ممكن نستخدم هاد او هاد، بس هو مين اللي هاد هو الموجود بالسيتوسول. التفاعلات مختلفه ما لهاش دخل بالكريب سايكل. الكريب سايكل بصير الميتوكوندريا، معناته الكو انزايم تبعي هو ان اي دي بلس. تمام؟ واضح؟ بيطلع عندي الفا كيتوبوتريت، بالالفا كيتوبوتريت بمقابلها طلعت عندي اول سي او 2. هي طلعت اول سي او 2 بالسايكل وانتجت اول ان اي دي اتش بالسايكل. النكست ستيب بتطلع لي السي او 2 الثانيه بالاستايل والانزايم المسؤول عن هاي الخطوة is a complex enzyme بيشبه البيت ديهيدروجينيز كومبلكس. هو ديهيدروجينيز كومبلكس اسمه الفا كيتوبوتريت نسبة للسبستريت ديهيدروجينيز كومبلكس، لأنه كومبلكس معناه بده كو انزيمز اكزاكتلي ذا سيم اللي درسناهم المحاضرات الماضية. وظيفتهم بالتفاعل تبعي تسمح لي اطلع سي او 2 هاي، وبربط الستركتشر الناتج مع كوانزيم A وبيطلع عندي مركب 1 2 3 4 كربونات اسمه ساكسيناين، مع انه مربوط مع كو A الناتج عندي ساكسيناين كو A. رح تطلع عندي السي او 2 الثانيه تفاعل اوكسيديشن ريدكشن فيه تي بي بي، فيه كوانزيم A، فيه اف اي دي فاب، وفيه ان اي دي بلس. ذكر التفاعل زي التفاعل درسناه من المحاضرات الماضيه على البايروفيت، بايروفيت لاسبايكوين نفس الكوانزايم تكون عندي. الانزايم بيشبهه تماما. التي بي بي فاميلي بايروفوسفيت مهم جدا للفانكشن تبعته. وبيطلع عندي ثاني ان اي دي اتش بي التفاعلات تبعتي. واضح؟ السلايد اللي بعد دكتوره. اه هسه هاي المركبات نحفظهم كاسم. لا كشكل فكر
الستركتشر مشان يسهل عليكم. بس بالامتحان اذا انت بس بصمه بتقدر ترسمون الحفظان خلص تقدر مش مشكله. ليه انا حكيت عن بايبيدن جت كومبلكس كوينزايمز؟ لانه هاي السلايد بتقول لكم كيف البايبيدن جينز كومبلكس والالفا كيتو بالثريات بهذا الجينز كومبلكس وكمان كومبلكس ثاني موجود عندي بالخليه كلهم بتشاركوا فانكشن بون متشابهه حق البايبيد. هذول اربع ثمانيه مش مهم هذول الحفظ بس هذول الثلاثه انزايمز دي اكتيفيت اوكسيديشن ريدكشن ريأكشن بينتج فيه المطلع CO2 التفاعلات اللي عندي وبربط المركب الناتج مع الكوينزايمين. احنا درسنا هاد درسنا هاد المفروض تاخذوا هاد بالامينو اسيد ميتابوليزم لما نكسر الامينو اسيدز تمام. كل الكومبلكسز هاي بتشبه بعض تكون ثلاث انزايمز كوينزايمز نفسها اند سو اون. جبت لكم سؤال من الامتحان قلت لكم واحد عنده ثايمين ديفشنسي الثايمين هو فيتامين بي 1 او واحد عنده فيتامين بي ديفشنسي بتعرف كثير ناس بكون عندهم بي كومبلكس لما ياخذوا سبلمنت ياخذوا شيء اسمه بي كومبلكس اخذتوا فيتامينات بالفيتامين 1 بي 1 وبي 12 بي 6 صح كلهم كوينزايمز واحد عنده ثايمين ديفشنسي واسالكم شو التفاعلات اللي ما بتزبط عنده كيف بدكم تعرفوا احنا ناخذ فيتامينات اللي ما فيها تي بي بي فبتكون التفاعلات الديهيدروجينيزز اللي بيكون فيها تي بي بي هو الكوينزايم هذول كلهم ما بصيروا فلا بيقدر ينتج انرجي ولا بيقدر ينتج شيء بسرعه تمام. ممكن انتم بالمستشفى مش ناسي شو الانزيمات تبعها صح بس لما يجيك مريض عنده ثايمين ديفشنسي هذا هو اللي بيهمك. ليه بيهمني ثايمين ديفشنسي؟ لانه a lot of these reactions they do not happen في داخل السيلز لهذا الشخص بالتالي ما بينتج انرجي والضب دائما تعبان وغير مسؤول. كل الخطوات هلا بعد خلص طلعت التنتين سي او 2 كل الخطوات اللي تيجي بعد كلياتها بدها تكون مينلي عشان اعمل ري ارينجمنت في السايكل ارجع اوكسال اسيتيت اللي صار مكفي الاوكسال اسيتيت اللي هو عدد الكربونات ايوه عدد الكربونات صار مكفي رفع الكمان عدد الكربونات صار مكفي. اول خطوه الدقيق الكوينزايم A من السكسينايد اللي نتج عنه الستيب الأول واعطيني بس سكسينات الانزايم اسمه سكسينايد كو اي سينثيتيز او سكسينيك ثيوكاينيز ثيو لانه في عندي هون اس سلفر جروب ممكن يكون اسمه ثيوكاينيز بعض الريفرنسز بيملي الكوينزايم A وبيعطيني سكسينات. هلا هذا التفاعل ريفرسبل يعني جاهز بس بهذا التفاعل انا بنتج كميه كافيه من الطاقه اللي بقدر اربط موليكيول جي جوانين دايفوسفيت او ادينين دايفوسفيت اربط عليهم فوسفير وينتج عندي اي تي بي او جي تي بي حسب شو موجود افيلبل عند الانزيم. هلا هذا الانزيم هيو ريفرسبل رياكشن to remove coenzyme A في عندي enough energy هون البوند اللي بتكون رابطة السلفر مع السكسينايد بتكون فيها lot of energy هاي الانرجي I can capture it كأنتج جي تي بي وممكن تكون هون عندي اي دي بي وينتج اي تي بي بفرش بقول ان this is a molecule of substrate level phosphorylation. مين سألني منكم شو يعني substrate level؟ حكينا بالمحاضرات الماضية substrate level يعني تفاعل بيقول لي بركب لي الفوسفات على الموليكيولز اللي عندي بالانزيم وهي الانرجي اخذتها من الموليكيول تكون موجوده عندي غير عن الاوكسيداتيف فوسفوريليشن اللي راح نشوفه بداخل المالتيكولبيال انر ميمبرين المحاضرات الجايه. هذا اسمه سبستريت اللي موجود يمكن عندكم في مكان ما بنصير يعني نرجع بانفسايز على هذه الفكره بالمحاضره. This is a substrate level phosphorylation بينتج فيها جي تي بي وسكسينايد كو اي بس سكيت البوند طلعت كوينزايم اي وانتجت سكسينات بالستركتشر اللي عندي. النكست ستيبس كل هالارينجينج للستركتشرز للفانكشن جروبز عشان ارجع الاوكسيدز خلص صار عندي اربع كربونات اللي عندي سكسينات انا عندي فور كربونز. هلا هذا التفاعل ما بصير بالماتريكس ما بصيرش بالفراغ تبع الماتوكوندريا بصير بالانر ممبرين. ليه؟ لانه الانزيم اسمه سكسينات ديهيدروجينيز امبيدد بالممبرين يعني جزء من الممبرين مش فلوتنج جوا الماتريكس تبع الميتوكوندريا. اسم الانزيم سكسينات ديهيدروجينيز
انزايم ديهايدروجينيز اندكشن رياكشن، الكو انزايم اللي هيحمل الالكترونات هو اف اي دي، وهو راح ينتج عندي اف اي دي اتش 2، والساكسينيت تحول من الكين الكربونات هون لالكين. طب هذا مش حافظ بس عشان تكون تتفرج على المركب الناتج اسمه فيوميريت. هذا التفاعل راح يرجع يمر علينا لما نيجي نحكي عن الاوكسيديتيف فوسفوليشن وكمال التفاعلات اللي بتصير بالانابولين اسم الانزيم ساكسينيت وهيدروجينيز، لو كنتوا متذكرينه راح نحكي عنه كمان مره الاسبوع الجاي. وتفاعل ريفرسبل رياكشن ينتج عندي فيوميريت. الفيوميريت بدي اعمل له هايدريشن، بركب عليه نيوكليو فوق، بركب عليه او اتش اتش، نسمي الستيب تبعتي هايدريشن. الانزيم اسمه فيوميريز، بس بعمل ري ارينجمنت للفانكشن جروبس اللي عندي كلها ترجع بزاويه ستيت. الناتج اللي عندي اسمه الماليت. الماليت باخر خطوه، لاحظوا هون ولا انتجت انرجي ولا اخذت انرجي هاي الخطوه. النكست فاينل ستيب بتكون موجوده عندي، بتحول لي الماليت لاوكسالو اسيتيل، سكرت السايكل تبعي. هلا الانزيم اسمه ماليت ديهايدروجينيز او الماليت ديهايدروجينيز، في عندي الكترونات بتتحرك بالستركتشر، مين الكارير راح ياخذها هو الاي دي بلس، بتحول الاي دي اتش، وبرجع بعمل ريجنريشن للاوكسالو اسيتيل. هلا I need to have concentration of oxalic acid على كميات محددة مشان يضل يقدر يربط بالسايكل ويرجع يعطيني سترات. هلا سترات إذا نتج لازم يكمل بالسايكل، سترات إذا تكوم صار كتير لا سايكل كوي ولا oxalic acid مرتبطة مع بعض. أصلا I need to recycle سترات عشان أعطي oxalic acid، عشان هيك لازم السايكل بدها تكمل. فمشان هيك الستيب الأولى من الرياكشن هي أهم خطوة، هي لازم تستيب بتفاعل تكون موجودة. إذا بنتفرج على هاي السلايد الدكتور وزارة الستيت بس مصدر لا ممكن جيني أمينو أسيدز، ممكن جيني تمام. طيب هاي الصم لكل الخطوات بتفرجينا الريفرسبل والريفرسبل ستيبس. حاضر الجاي نرجع نتفرج عليها لما نيجي نحكي عن ريجوليشن، أنا ما راح أشرح شيء زيادة بس راح نعمل سامينج أب لكل التفاعلات. التفاعل الاولاني الريفرسبل اللي فيه كوندنسيشن اسيتايل كو اي مع اوكسالو اسيتيل هو الريتينتينج، هو الريتينتينج. هلا الصوره هون مش كتير واضحه بس اذا انتم فاتحين نوت وعم تتفرجوا يو ود سي انه الاسيتايل جروب محطوط عليها زي هايلايت صح. فاتت الاسيتايل جروب هي هون على الستركتشر، بعدين رجعت غيرت شكله من ستريت لايزو ستريت، هي لساتها هون الاسيتايل جروب. هلا when I want to remove the first CO2 بالرياكشن تبع الريفرسبل ما قيمت واحدة من هدول صح؟ قيمت CO2 هاي طلعت هيها CO2 ضل الستركشر تبعي زي هون. بيجي واحد بيقول لي طب اوبس هيك معناته انا ما كسرت ما انتجت CO2. هلا احنا لما نيجي نقول جلوكوز موليكيول فات يحتوي على 6 كاربونز اعطاني 6 سي او 2 بقول انه العدد مكافئ. السايكل الاولى اللي بفوت فيها السايكل كو اي مش بالضبط ما بتطلع هي السي او 2 بتطلع بعد سايكلتين. هلا اكمل لكم هذا مش شيء مهم، انا الفصل الماضي ما شرحت بالضبط، طلاب سالوني عنه انه موجود عندكم بالنوتس. هذا شيء جاست ان كيس يو ونت تو ريد لما تقراوا النوتس او ترجعوا للكتاب بتحسوا حالكم انا مش فاهم ايش بحكي. هاي السي او 2 اللي طلعت هون هاي هدول الاسيتايل تمام. طيب هلا طلعت السي او 2 هلا غيرت من الفا كيتو جلوتاريات طلعت سي او 2 ثاني اللي هي هاي طلعت سي او 2 ثاني هاي، هدول المفروض تبعون الاسيتايل بس هم شو صاروا؟ صاروا جزء من الاربعه هون. هذا المركب وهذا المركب نسبيهم سيمتري فبضطر اميز مين مين الكربون مين الكربون الاسيتايل اي وحده فيهم. بس انت زدت متر يعني انا تنتين اللي فوتهم طلعت مقابلهم تنتين تمام. هذا معنى الكلام اللي بيكون موجود عندكم بالنوت اذا قراتوه او اذا رجعتوا للكتاب تقراوه. فاحنا بيسكلي مقابل كل تنتين اسيتايل كل تنتين كاربون فاتوا على شكل اسيتايل طلعت تنتين على شكل سي او 2
عشان ارجع اعمل ريجنريشن للاوكسال اسيتيت. بس المومنت صار في عندي ريجنريشن هون او هون او هون، ساعتها انا ما في عندي السايت بتاعت ما بتكمل مؤقتا، لانه لما تجي الاحتياجات السيل تتغير ترجع الانزيمات بصير هاي اكتيفيشن برجع الفار تبعي يكمل. بهمني تعرفوا الرياكتنس للبرودكت الانزيم الكو انزيم، وهون زياده على بهمني تعرفوا وين الخطوات اللي طلعت لي ان اي دي اتش، وين الخطوه اللي طلعت لي اف اي دي اتش 2، وين الخطوه طلعت لي جي تي بي. فيل سايكل بيطلع عندي 3 ان اي دي اتش، واحد اف اي دي اتش 2، واحد اي تي بي او جي تي بي. تمام. فيل بايروفيت كم ان اي دي اتش بيطلع؟ راح يعطيني واحدة في الأكسيديشن في بايروفيت سايكل. هلا بالامتحان بكون سؤالكم جدا واضح. بير كريبس سايكل كم من اي دي اتش؟ بتقولي 3. بير بايروفيت في عندي خطوة قبل اللي حولت لي بايروفيت سايكل، هاي فيها اي دي اتش. هلا بير جلوكوز بتكون تحطوا طلعون لي جلايكوليسيس مش 8 بس، تكون في كمان اي دي اتش ناتج، تضربوهم باثنين لانه من البايرو عندي مثلا اسرائيل فوسفيت and so on، وبالتالي بنعد قد ايه طلع عندي ان اي دي اتش موليكيولز نتجت اما من الجلوكوز للنهايه او من البايروفيت للنهايه او من الاستايكو اي للنهايه. في عندي اكثر من ستيب بدكم تكونوا قادرين تفرقوا بينهم. لما نقول بايروفيت سايكل احسب لانه ما احسب انه اثنين بايروفيت واحد، احسب انه واحد. نحسب واحد ونحسب استايكو اي لانه هون مش بايروفيت. إذا بسألكم بير كريبس سايكل من هون بعد 3، واحد في اي دي اتش 2، واحد جي دي بي. تمام؟ أعيد؟ أعيد؟ تمام. هلا المحاضرة الجاية رح نحكي عن الريجريشن. رح نحكي أنا ما بدي، أنا بقدر أخلص كل المحاضرة اللي هلا، بس أنا ما بدي أضغطكم، عشان هيك بس هاي المحاضرة الوحيدة اللي آخر فصل بتحسوها خفيفة. هلا الأغلب أرجعاهم شرحت كله بمحاضرة واحدة فكان عارف شو. هلا أنا رح أوقف هون. هاي الستايل رح ترجعوا تسألوني عنها. ليش كلهم الريفيرسبل؟ هم الريفيرسبل من الريفيرسبل. هاي التصويرية عشان تفرجينا وين سقطوا وين النادي. بس ما بتحكي عن التفاعل الريفيرسبل والريفيرسبل. لما أنتوا تدرسوا تكونوا بالنوتس اللي قبل ريفيرسبل والريفيرسبل خطوات هون هي هون تقول إنها الريفيرسبل. هاي بس فقط تصويرية عشان تقول لو وين الـ ADH وين الـ ADH steps بتطلع عندي وقد إيه عددهم. بتطلع عندي بير بير سايكل 3 الـ ADH وين الـ ADH 2 وين جي تي بي وين إيه. إذا طلع عندي جي تي بي في عندي إنزيم بحوله من جي تي بي لـ ATP. فكأني أنتجت ATP. ويعتمد على الابيليتي عندي مباشره اطلع ال تي بي. فمشان هيك احنا دائما نيجي نحسب الانرجي بقول طلع عندي 1 مولكيو في ATP او طاقه تكافئ 1 مولكيو في ATP. يعني بحسبه بس تساليني عن ال ATP. بحسبه كانه ATP. تمام. هذا الصم تبع الرياكشنز اللي عندي. يكون في عندي اسيدك انفايرمنت رح نشوف ايش فائده هاي الاسيدتي بتكون موجوده عندي بالجريدينت تبع الالكترونات، وراح نشوف كيف انه كل اسيتايكو اي طلع مقاوم 2 سي او 2. هلا هون طلع عندي من كل جلوكوز موليكيول 6 سي او 2 بس. كل جلوكوز 6 صح، من كل جلوكوز 6 من كل جلوكوز 6 من كل بايروفيت طلع 3 من كل جلوكوز. كل جلوكوز بالجلايكوليسيس قسمته ل 2 بايروفيت. البايروفيت فات على الميتوكوندريا راح تحول الاسيتايكو اي اعطاني 1 سي او 2، وبكريبس سايكل اعطاني كمان 2. فكل البايروفيت اعطاني 3 سي او 2، الجلوكوز اعطاني 2 بايروفيت، معناته تضرب 3 ضرب 2 بتطلع عندي 6. فالسم اوف ذا رياكشنز شوفني قد كميه السي او 2 اللي طلعت، قد ايه دخل عندي الجلوكوز موليكيولز، قد ايه اعطاني سي او 2 كلياتهم صار كأنه صار بفول اكسديشن
أعطاني CO2. فالتفاعل هذا بتاع أول محاضرة، أول سلايد هاي، تفاعل تام. كلمة full oxidation خلتني أكسر الجلوكوز to the simplest metabolite اللي معاي هو CO2. كل مولكيول جلوكوز بيعطيني 6 CO2. ما شفناش لسه الأكسجين، هنشوف المحاضرات الجاية. والكمية الطاقة ذات تكابتشر على شكل ATP مولكيولز هتكون مكافئة لهالقد من الجلوكوز، مش حفظ من الجلوكوز، مش حفظ أبدا. يعني بس عشان تعرف إنه هذا التفاعل بينتج لي a lot of energy بالسيل اللي تحتاجها different types of reactions. المحاضرة الجاية هندوس الريجوليشن. أنا هوب كنتم درستوا، أحس الأسبوع الجاي محاضرتنا. كنت أحب إني أخلص الجاب وكنت في الويكند درسوا كامل، بس أحس إنه يعني اللود يصير شوي كبير وإحنا معانا وقت، يعني ما عندنا مشكلة بالوقت. المحاضرة الجاية هندوس الريجوليشن، هندرس شوي الكالكوليشن عندي، مش شوي، رح ندرس الكالكوليشن تبعت الـ ATP قديش، ورح ندرس هذه السيتريك أسيد سايكل كيف بتلتقي مع الـ other pathways، مع الفاتي أسيد ميتابوليزم ومع الأمينو أسيد ميتابوليزم. أنا حفظهم، كنت أجي أحفظهم بالفاينل، يعني حيكون إنه أبيت important تقريبا تحفظوهم، رح نشوف الإنرجي والباثويز إن شاء الله. مش كتير سلايد، يمكن شوي أبلش باللي بعده. هل أحد معنا؟ ادرسوا منيح الله يرضى عليكم. إذا حد عنده سؤال بعد